الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال جلسة محاكاة الاتحاد الأفريقي إن الشباب نجح في حل العديد من المشكلات ومواجهة العديد أيضا من التحديات خلال الفترة اللي فاتت، وأكد إن ترسيخ الاستقرار وتوفير التعليم أمر حتمي وضروري للتنمية. تعالوا نشوف عليه. اتقال كلام كتير احنا سمعناه النهارده وقرارات كتير. انا بقول لكم كل القرارات اللي انتم اتخذتوها والاتحاد الافريقي وافق عليها انا معاكم في تنفيذها بمنتهى الجديه وبمنتهى القوه. وبرنامج اتكلمنا على الاتحاد الافريقي بقى، احنا اجهزه الدوله شغاله من دلوقتي في مصر تعد لدور مصر في رئاسة الاتحاد خلال عام 2019. بس أنا بطلب من الأكاديمية ومن شبابها إن هي تجهز لنا مقاربة مختلفة، مقاربة جديدة تعكس قدرتكم على إن احنا لما نكون موجودين هناك نتكلم بشكل آخر. الأمل في التغيير هو الأمل في الاستمرار. يعني لما طرحت كل التحديات اللي طرحت ديت اللي اسمها يقول طب وبعدين بقى، ما هو لا تعليم جيد ولا في شغل وفي فقر وفي ارهاب، طب وبعدين؟ لا في بعدين، في بعدين. بعدين ليه؟ لان انتم الشباب الامل اللي تقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى تغيروا الواقع اللي ممكن يكون صعب او المؤلم ده الى واقع افضل بالجهد والصبر والإصرار والصبر. على اي حال ده برضو مرة تانية بأكد انه في مسعى حقيقي، في محاولة ايضا مرة اخرى يعني انشاء جيل جديد بفكر مختلف، لانه الرئيس قال على رسالتين مهمين جدا، قال هاخد بعض من الشباب دي في مؤتمر القمة الافريقية في 2019 حينما تترأس مصر وفد الاتحاد الافريقي، وقال انه كمان هينقل اقتراحاتهم من هذه القمة، وبالتالي ده مسار جديد مفتوح. يعني اصبح انت ممكن توصل افكارك لمحيط دولي وده بشكل مختلف، خلينا نقول فدي حاجة ننظر لها بشكل ايجابي. صحيح، عندنا مؤتمر شباب قالوا قبل رمضان المفروض ان شاء الله هيكون، اعتقد هيكون ايضا الافكار دي هتطرح الاربعاء المقبل بالقاهره، مؤتمر الدولي، وعشان كده بالمناسبه